وحول هذا الموضوع أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن جلالة الملك المفدى أيده الله دائما ما يوجه بالاهتمام بقضية التغير المناخي بالموازاة مع تحقيق أهداف المستدامة. إن الخطاب السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دول الانعقاد هو نبراس عملنا وخارطة الطريق اللي يقوم عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية. إن دعوة جلالته لمختلف المؤسسات للتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو من إيمان جلالته حفظه الله ورعاه أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو من أهم العوامل اللي تؤدي إلى نمو الدول. وكذلك قضية تغير المناخ قضية مهمة اليوم دوليا، سيدي حضرة صاحب الجلالة يوجه دائما بالاهتمام بهذه القضية. نعم. وبمتابعة حثيثة من سيدي سمو العهد قد تم الاعتماد الكثير من مشاريع في مملكة البحرين من ضمن الخطة الوطنية للتشجير ولا خطة التكيف مع ظاهرة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات من كميات ثاني أكسيد الكربون.